عبد الله بن جحش يتنصر رجع تاني إلى دين المشركين في الحبشة بعد ما أسلم وسافر يعني مهاجر إلى الحبشة فرارا بدينه. لما مشى هناك فأعجبته الخمر، قال إني أشك في دين محمد، ولا دين أحسن من النصرانية. رجع للنصرانية تاني فتنصر وشرب الخمر ومات هناك. ودي يعني خاتمة سيئة. وإخواننا من هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إني بريء ممن يقيم بين ظهراني المشركين لهذه العلة. والصحابة دي لو ما كانوا مضطرين ولقوا إنه جوار النجاشي خير وفيه منفع عليهم وحماية ما كان بهاجم. وكانت مكة أسوأ من شنو؟ كانت مكة أسوأ من بلاد النجاشي الحبشة، عشان كده هاجروا. ولكن زول معافى يا اخواننا في بلده، عنده رزقه، معافى في جسده، ما يهاجر بلد غير بلاد إسلامية. والله تتعب وتلقى الشر، وأدنى الأمور انت دينك بضيع منك، وما حتقدر انت تظهر شعائر دينك، ولا تقدر تربي أولادك تربية صحيحة. حتمشي هناك انفلتوا من يدك، وبيتك ممكن تمشي تعمل علاقات مع الأولاد أولاد الكفار، ولو سألت القانون ما بخليك، ما تقدر تتكلم معه. ممكن تتفحش بيتك داخل البيت وتجيب العيال الدايران جوا البيت وتعمل ما شاءت، وانت لو تكلمت معاه القانون بدينك. فما في داعي انت تدخل نفسك في حاجة زي دي وتهاجر لك هجرة يعني تكسب فيها مال وتفقد فيها دين، واحتمال ما تكسب مال ذاته. تقال بلاد الكفار دي خلاص القروش مجدعة في الشارع، ما حتمشي تشتغل زي الحمار الليل والنهار شغال زي الحمار الليل والنهار انت شغال. فأحسن لك عيش حياتك هنا ورزقك بيجيك. طيب